أهلا بكم في السلطة الرابعة وإلى العناوين. في العاصمة أونلاين، الميليشيا الحوثية تفرض رسوما مضاعفة على المعاملات في المؤسسات الحكومية بصنعاء. في الموقع بوست، الحكومة تتهم جريفيث بالانقلاب على قرارات الشرعية الدولية والخروج عن مهمته. أما صحيفة العرب الجديد فقد عنونت انفلات الأسواق اليمنية أطراف صراع تبتز القطاع التجاري. إذن كشف موقع العاصمة أونلاين أن الميليشيا الحوثية تفرض رسوما مضاعفة على المعاملات في المؤسسات والمرافق الحكومية في مناطق سيطرتها. ذكرت مصادر مطلعة لموقع العاصمة أونلاين أن ميليشيا الحوثي رفعت كلفة رسوم المعاملات في مؤسسات ومرافق حكومية تسيطر عليها بصنعاء إلى ما يصل إلى 70,000 ريال، أي بما يعادل 100 دولار أمريكي. تعد إجراءات فرض رسوم معاملات المواطنين في المؤسسات الحكومية مخالفة قانونية، وتضاف إلى الاختلاسات والإتاوات التي تفرضها الجماعة في مناطق سيطرتها. تشهد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية بصنعاء فسادا واسعا ونهبا للموارد، وذلك لصالح قيادات الحوثيين. قال الكاتب في موقع يمن شباب محمد علي محروس إن الجماعة الحوثية تكرس حضورها على حساب الابتزاز بأنواعه، ولا يمكننا تجنيب الابتزاز الفكري من آلة الاستهداف الحوثي عبر كافة وسائلها المتاحة الإعلامية والافتراضية وكذا الميدانية وحتى المناهج الدراسية والجامعية، كل ذلك تحت مبرر الامتياز الإلهي والحق القدسي في الحكم والسيطرة. نوه أيضا محروس في مقتضب مقاله إلى أننا أمام مرحلة دقيقة تحتاج أن نكون معا، لا ننتمي إلا لليمن بجوهرها الحقيقي وتاريخها العميق بكل ما حوته من جوامع جامعة، إذ لا مكان في اليمن الجمهوري للفقاعات والشعارات الابتزازية، تماما كما فعل الحوثيون في ذكرى المولد النبوي حين أحالوا المناسبة إلى حق حصري باعوا واشتروا بها، وصنعوا منها أيضا الصورة للابتزاز باسم الاحتفال بالمولد النبوي، ولم يمتنعوا عن بث سمومهم وأفكارهم الجنونية في إطار المناسبة التي تلقى تعاطفا شعبيا لأسباب دينية لا علاقة لها مع ما يتبناه الحوثيون ويدعون. من حقنا كيمنيين أن نعيش بعيدا عن هذه المتاهات المصطنعة والخزعبلات التي تزيدنا آلاما ومعاناة إلى ما نحن عليه. علينا أن نتحلى بالواقعية والإدراك المنطقي لمحيطنا ووقائعه ومستجداته، لا أن نكون مع الجماعات السلالية والمذهبية والمناطقية بأفكارها وبعيدا أيضا كليا عن الجوامع الوطنية والمشتركات الاجتماعية وحتى القيم الإسلامية التي يدعون أنهم يمثلونها ويستندون عليها في كل ما يفعلونه. قالت مصادر لموقع يمن مونيتور إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سلم جماعة الحوثية المسلحة نسخة من الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار بعد أيام من تقديم النسخة الرابعة إلى الحكومة الشرعية. أضاف مصدر أيضا في جماعة الحوثي ليمن مونيتور أن الجماعة تدرس التعديلات كذلك الأخيرة على مبادرة الإعلان المشترك دون تقديم مزيد من التفاصيل حولها. وكانت مصادر قد تحدثت للموقع مطلع الشهر الحالي أن جريفيث قدم نسخته الرابعة لمبادرة الإعلان المشترك. وقال الموقع في تقريره أن الأمم المتحدة فشلت في جمع الطرفين في مشاورات منذ ديسمبر كانون الأول 2018 التي خرجت باتفاق السويد، الذي فشل حتى الآن في تطبيقه ويحتوي على اتفاق خاص بالحديدة واتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات أيضا بشأن تعز. الموقع بوست نشر تقريرا قال في بدايته إن مسؤولا حكوميا اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن بالانقلاب على القرارات الدولية والخروج عن مهمته الأساسية عبر الإعلان المشترك المطروح مؤخرا على طرفي الصراع. وفقا للموقع فقد قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح
إن المبعوث الأممي يحاول من خلال الإعلان المشترك جعل الوضع الإنساني هو الأساس للحرب في اليمن، مضيفا في تغريدة على تويتر أن الأساس هو انقلاب عسكري مسلح على رئيس شرعي منتخب ورفض للإجماع الوطني والدولي والعربي لمعالجة الحرب وآثارها. كان المبعوث الأممي قد سلم الحكومة اليمنية والحوثيين نسخة معدلة من الإعلان المشترك، وأوضح المصدر أن المسودة الأممية النهائية تتضمن عدة بنود أبرزها وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات السياسية واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء هذه الحرب. نشر موقع المشاهد نت تقريراً حول انتشار العصابات التي تروج للمخدرات والدعارة في محافظة تعز، حيث كشف مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأمن نبيل الكدهي أن هناك الكثير من العصابات تعمل في نشر وممارسة الدعارة وترويج المخدرات في أحياء المدينة. إذن أضاف الكدهي لموقع المشاهد أن الأمن خلال الفترة الأخيرة تمكن من القبض على عدة خلايا تمارس الدعارة وتعمل في تجارة الحشيش والمخدرات بأنواعها، موضحا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليهم، وقد جاء ذلك بعد تلقيها بلاغا عن مكان تواجد هذه الخلايا وتم مراقبة هذه العناصر وتتبعها والقبض عليها. أكد أيضا أن وضع الحرب الذي تمر به مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات كان سبباً بتوفير بيئة خصبة لهذه الخلايا التي تعمل على ممارسة الدعارة وابتزاز الفتيات وترويج الحشيش والمخدرات، محاولة منها كانت لإغراق المدينة بمستنقع الرذيلة بحسب قوله. وقد أشار إلى أن القضايا المتعلقة بالدعارة والمخدرات يتم إرسالها إلى النيابة العامة بتعز لأخذ الإجراءات القانونية مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم. في مأرب، حيث نشر موقع المصدر أونلاين تقريراً قال فيه إن نازحو مخيم الخير في ضواحي مدينة مأرب الشمالية يعاني من نقص حاد في كافة الخدمات الأساسية، وهو الأمر الذي فاقم من معاناة صالح حمد الرجل السبعيني الذي نزح بعد أن هجرته ثنائية الميليشيا والحرب من قريته، قد هجرته شمالية غرب المحافظة. قبل عام تقريبا قال موقع المصدر أونلاين إن صالح الذي يبلغ من العمر 70 عام وجد نفسه نازحا في مخيم الخير الذي استقبل 213 أسرة نازحة ل1491 فرد لم يحصلوا حينها على خيام تكفيهم لوضع أجسادهم المنهكة من رحلة النزوح الطويلة التي استمرت لأكثر من 3 أيام، في مضمونها ترسم صورة مأساوية لآلاف الأسر النازحة، ولا زالت تلك المأساة قائمة لدى آلاف الأسر. وفقا لحديث الرجل السبعيني، فقد أصبح النزوح أمرا معتادا له ولأسرته التي تزيد عن 10 أفراد، إذ نزحت قبلا إلى مخيم الزبرة في أطراف مديرية مدغل بعد نزوح سابقين، أولهما كان نهاية العام 2014 من قريته في مجزر التي عاد إليها بعد 2 عام من نزوحه، لكنه ما لبث أن نزح مرة ثانية وثالثة ورابعة عن المعونات الإنسانية والإغاثية التي يحصلون عليها من الجهات المعنية في هذا الجانب من منظمات وجهات مسؤولة. يقول نازحون للمصدر أونلاين أن لا معونات أو إغاثات كافية تأتي إليهم، وإن جاءت فلا تأتي إلا مرة واحدة كل شهر أو شهرين بواقع سلة غذائية فقط تفتقد إلى كثير مما تحتاجه الأسر من غذاء. صحيفة العرب الجديد نشرت تقريراً قالت فيه إن اليمن يشهد صراعاً محتدماً للسيطرة على الأسواق المحلية في معركة تجارية فرضتها أطراف الحرب الدائرة للسيطرة على السلع المنتجة محلياً واحتكار تلك المستوردة من الخارج. وقد أصبح المواطن اليمني الذي أرهقته الأزمات المعيشية والحرب الدائرة ضحية لمثل هذه الصراعات التي لا تتوقف.
في هذا السياق يؤكد الباحث الاقتصادي أيمن الفارعي أن كل طرف من أطراف الحرب التي استولت على المدن الرئيسية في اليمن يسعى وبدعم خارجي لفرض أجندته وسياساته التي تخوله السيطرة والتحكم بالموارد العامة وتوفير موارد مالية تمكنه من البقاء والمواجهة مع الأطراف التي يخوض معها صراعا متواصلا وعلى أكثر من صعيد. يشير الباحث الاقتصادي في حديثه للعرب الجديد إلى ما يحصل في عدن وتركيز المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على تنفيذ مخططه الخاص في الجانب الاقتصادي وتكوين مجموعة تجار موالين له، وكذا محاولتهم التوسع إلى قطاعات أخرى كالاتصالات وغيرها، إضافة إلى ما فرضه الحوثيون في صنعاء ومناطق نفوذهم من هيمنة اقتصادية وتجارية أو تجارة واسعة. تركزت في الجانب التجاري على التحكم في استيراد الوقود وسلع أخرى مثل الأدوية. في صنعاء كان هناك جدل خلال الفترات السابقة يتعلق بموضوع احتكار السلع وتنفيذ السلطات المعنية خطة لكسر الاحتكار الذي تعاني منه الأسواق في صنعاء ومدن يمنية أخرى، وأدى إلى التحكم في المعروض من بعض السلع والمواد الغذائية ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه. في الختام أترككم مع هذا الكاريكاتير.